مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع. اهلا بشاعر الغربة الطويلة الصديق شرب البعيد. وبالحقيقة شخصيا شهادتي مجروحة بالصديق الشاعر شرب البعيد. عقود من الزمن، علاقة احترام متبادل دائم. وشربل مش إنسان عادي على مستوى الشعر، تشهد له مئات لا بل آلاف القصائد، عشرات الكتب. شربل بينام شعر، بفيق شعر، بيحلم شعر، بيتنفس شعر، بياكل شعر، بيشرب شعر. هذه حقيقة تاريخية. بحياتي ما مر علي إنسان مثل شربل بعيني، الشاعر الحبيب شربل بعيني، بهالغزارة بالإنتاج وطبعاً على نوعية بنفس الوقت. والحبيب شربل ما بيشتغل يعني هيك بمجالات ضيق، دائماً بطل من فوق. هذه عظمة فيه. عمل أكثر من مجلة ثقافية وأدبية، وليلى وغربة وما شابه، وعنده موقع غربة الجليل، آلاف بيدخلوه يومياً. وان دائما مقصود سرقوه الصفحه الرئيسيه، بيضربوا له دائما الموقع. وعنده تلفزيون، التلفزيون الغربي. شرب البعيني ما بيطلع من حدا، اصدقائه بيضلوا كل العمر، الا اذا حدا بده يطلع منه لشرب. هذا موضوع ثاني. على المستوى الوطني شرب البعيني يعني مش بحاجه لشهادتي، وقلت لكم انا انه شهادتي مجروحه بحكم العلاقه في لشربل من اول ما اجيت على البلد. وشربل من المهاجرين القدامى بالسبعين يمكن او قبل. فلسطين بقلبه، وبعتقد عنده شيء اليوم لفلسطين. انا بعرف انه في فلسطيني هون بس ما قتلت. ماشي هلا خذوه. هذا السبب مجيئي الى استراليا. وإن شاء الله بتحكينا عنها. هلا أكيد أكيد هلا. وعلى مستوى يعني 20 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، يعني كان صدى مقاومة الإسرائيلي بأستراليا الشاعر شرب البعيني، مما استدعى مرة على ما أذكر جمعية بنت جبال والله يرحمه المجتمعين بقاعة اللي على اسم الدكتور خليل مصطفى. أيوه. قدموا له درع بنت جبال ودرع الجنوب. أيوه. على غلاف قرف متصدر الدكتور خليل مصطفى كان رئيس. يعني هلا عم نحكي، بدنا نحكي بالحقيقه بيشرفنا كثير ان يكون بيناتنا شاعر الغرب الطويل الصديق الحبيب شرب البعيني يحكينا عن تجربته ومواقف ساخنه بهالتجربة الشعرية. ورجاء زقفة كبيرة. شوقي كان ملاك الحوار سكر رحلتي الشعرية، على طول يدافع عني. ما في موقف ساخن وقعد فيه إلا ما كان شوقي المدافع. أنا بشكرك يا شوقي، 40 سنة صداقة من هزك يوم. أيها الأحبة مساء الخير، أنا بدي أكون بمحكمة أنتوا القضاة. أنا انظلمت كثير من وقتها، كان عمري 17 سنة بلبنان، تجيت لهون أكلت قتل ومعي خيي جوزيف بترجاك كنت رحبوا فيه، حاضر جميع المشاكل اللي بدي إياكم تحكوا شو عملت غلط تمشان يضربوني، تمشان يهاجموني، تمشان يطردوني. أنا رح أحكي قصتي هون بالآخر أنتم بتحكوا، وأنا برضى بحكمكم. اولا اسمحوا لي ان اشكر المشرفين على لقاء الاربعاء لدعوه اليوم للمشاركه بهذا اللقاء الرائع الذي اصبح على كل شفا ولسان. لقاء الاربعاء صاروا الكل بينطروا يا شوقي. صحيح. عنوان لقاء الليله غربه طويله ومواقف شعريه ساخنه. فالغربه الطويله سحبت منها، اما المواقف الشعريه الساخنه فما زالت تقض مضجعي، لذلك سأتكلم عنها لتكونوا أنتم القضاة الذين سيصدرون حكمهم علي. بدأت أكتب الشعر وأنا في 9 من عمري، وكانت أول قصيدة ألقيتها يوم زار بيتنا شخص العذراء مريم.
كعادة أهالي بلدة مجدلية الشمالية في شهر أيار، حيث كانوا يعتبرونه الشهر المريمي المبارك، وكانوا ينقلون شخصها من بيت إلى بيت. يوم ذاك أدركت أنني شاعر، فألقيت قصيدة لا أدري كيف جاءت، ولكنها جاءت ركيكة جدا رغم تصفيق المؤمنين، وبقي والدي يحتفظ بها إلى أن وافته المنية فماتت معه القصيدة. أخبرتكم هذه القصة لتعرفوا كيف ولدت كشاعر، وكيف بدأت مسيرتي الشعرية مع الفرح والألم. الفرح لم أتكلم عنه، لأنه رغم الإطراء الكثير الذي نلته لم يؤثر بي كشاعر، فلقد كتبت عني آلاف المقالات وعشرات الكتب، ومع ذلك لم تصهرني كشاعر. الألم هو الذي أوجدني وثبت أقدامي على طريق الكلمة الحرة، ولولاه لبقيت شاعرا عبديا لا غير، حسب قول المرحوم بطرس عنداري. والألم يأتي من النقد الجارح والتهجمات الشخصية المؤذية والمواقف الساخنة التي قد تودي بحياتك، ولكنك بدونه لن تشعر بثقل كلماتك، بوهج حروفك، بقيمتك كشاعر وبعظمة شاعريتك. الاضطهاد وحده يرفعك كشاعر ويرميك في أحضان المجد. عام 1968 وأنا في سن المراهقة، أي في 17 من عمري، نشرت أول كتاب لي بعنوان مراهقة. كانت معظم قصائده إباحية، أي أنني قلدت به يوم ذاك أشعار المرحوم نزار قباني، ولكن بالعامية. وحين أهديت الكتاب لنزار راح يتصفحه في مكتبه ببناية العزارية في بيروت، وبعد أن قرأ عدة قصائد منه تطلع بي وقال: من أين جئت؟ قلت: من مجدلية صغيرة. فقال: أف، المشوار طويل، وهذا يعني أنك لم تأكل بعد، تعال ننزل إلى السوق ونشتري بعض السندوتشات. وأذكر أن أخي جوزيف الذي كان برفقتي، هو دائما برفقتي حتى لما بنضرب بيكون برفقتي، طلب سندويشة فلافل، وطلبت أنا سندويشة لبنة مع زيتون، وهكذا فعل نزار. وما أن قضينا على السندويشات حتى التفت إلي رحمه الله وقال: أنت شاعر، ولكن عليك أن تكتب بالفصحى كي تصل إلى 200 مليون قارئ عربي، وليس بلغة سعيد عقل التي لا يقرأها إلا 3 ملايين قارئ فقط. فأجبته: إذا كتبت بالفصحى من الصعب أن أتقدم عليك، ولكنني بالعامية سأتقدم على الكثير الكثير من الشعراء. فابتسم وراح يشد على يدي وهو يودعني قبل أن يعود إلى مكتبه. هذا الكتاب الذي أعجب نزار قباني لم يعجب العديد من النقاد ورجال الدين، فكانوا يهاجمونه ويطالبون الأهل بأن يمنعوا أبنائهم وبناتهم من اقتنائه، وهكذا راحوا يروجون للكتاب عن طريق محاربته حتى لم تبقى نسخة واحدة منه في المكتبات. وليس هذا فحسب، بل أن توني سابا، وهو الاسم المستعار لأحد مستشاري رئيس الجمهورية يوم ذاك، راح يطالبني في مجلته الساخر العدد السادس حزيران 1970 بأن أقرأ قصائدي في مسرح فاروق، يعني تبع كينس كروس، كان فاروق بيروت، والكل يعلم ما هو مسرح فاروق. وإليكم بعض ما كتب: بلانا بغزل سيء سخيف زمخشري لرجل غبي قليل الذوق اسمه نزار قباني صاحب هذا البيت الذي لا معنى له. أخاف أن أقول للتي أحبها أحبها، فالخمر في جرارها تخسر شيئا عندما نصبها. وأعاننا بالغزل الأرستقراطي الرفيع، ومنه هذه القصور لشرب العيني، وبحط كمان: وينك يا مور شربي هالحلمة اللي مشوبي يا مقلوب مدوبي، ومكتوب حدا عنها لا تلمسوني مكهربي، حلمتك يا صغيرة متعجرفة ومتكبرة، مين خبرها هي الدنيا يا صغيرتي والآخرة.
ما أبيض هل فستقة وهل فستقة يا مراهقة عم تنعبد بها الدنيا مثل الإله الخالقة. وتناسى أخونا أن نزار قباني قد سبقني بالكون، حيّدت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الحمامات. يعني أنا شو هو جاب النسوان كلها عملن عباية وكل حلمات قصقصا وعمل الأهرام. هذا ما شافوا البال راح شكلي وصيتي من الإنجيل تغيير مراهق. وأخيرا نقول أخبروني أن مسرح فاروق بحاجة إلى شاعر ليقف بين هلالين، ليقف بين هلالين ويلقي بين المشاهد قصيدة يبكي فيها الحضور على اتصال بما يقدم من برامج رائعة. هل تذهب يا شربل أم أن شعرك لا ينفع في الوقوف مثله في القرفصة أو النهو؟ هذا مستشار رئيس الجمهورية، ناكل لا رئيس الجمهورية ظهر إذا عندنا هيك مستشارين. ولم يدرك هذا المستشار أنني كنت في سن المراهقة ومن حقي أن لا أفكر إلا في الخدود والشفاء والبوسات والحلمات والقد المياس، وإلا لكنت بحاجة إلى طبيب نفسي. مظبوط ولا لا؟ ليش يعني الدكتور عام 1969 نشرت قصيدة بعنوان القدر كذاب القدر مجرم في ملحق جريدة البيرق البيروتية. أردت بها أن أجاري موجة الحداثة الشعرية التي كانت تجتاح العالم العربي دون أن تصل إلى شعرنا الزجلي العامي. فقلت في نفسي لماذا لا أجرد؟ وما أن نشرت قصيدة حتى قامت قيامة الأب عم طلع كاف ما حد اسم هالته جبان واتهمني بالكفر. وإليكم بعد ما كتب في مجلة صباح الخير البيروتية العدد 166 13 تشرين الأول 1969، بعد كان عمري 18 سنة كلها هالوجع الروس لسه ما فرخت يعني بعدني عم بدرس. بيقول وأخيرا يتجاسر شاعرنا العزيز ويقول الدنيا ما في لها نهاية لها بداية كذب، نحن بداية هالدنيا ونحن النهاية. بيصرخ هنا الطامة الكبرى هنا الإلحاد، كيف تنشر جريدة البيرق الغراء مثل هذه القصيدة؟ أو بالأحرى كيف يكتب شرب العيني مثل هذه القصيدة؟ لا يا أبونا. وبدأت الردود على الردود وبدأ وجع الرأس. وإليكم مقتطفات من القصيدة. هون عم شدد بالشعر كده جميل، هذا كتير كله مشدد بالشعر. شو قول؟ قول أنا قديس اصبعي بيضوي بليلات القدر، حملت الأرض وبنفخ تفيت الشمس وبروس صابيعي مشت القمر، عمري نسمة هواء برق ورعد من قال عندي عمر، غطيت وجهي بإيدي وصرت أمشي تأوصل وما أوصل، الهدف إسرار ظل كمشة خيال بعقل مجنون، الدنيا ما في لها نهاية لها بداية كذب، نحن بداية هالدنيا ونحن النهاية. وبعد هذه الشهرة الواسعة التي حصلت عليها بدون أي تعب في لبنان وأنا ما زلت يافعا، رحت قطعة إلى أمسيات شعرية وقد أوصلتني إحدى تلك الأمسيات التي دعتني إليها حركة 24 تشرين التابعة للزعيم الطرابلسي فاروق المقدم إلى أستراليا، فلقد ألقيت فيها ما لا يحق لشاعر أن يتفوه به، ألا وهو انتقاد الزعامات اللبنانية ودعم المقاومة الفلسطينية. وبالطبع فلقد كان بعض الأزلام المندسين مشرورين في القاعة لالتقاط الأنفاس قبل الكلمات، ولم أكن أتصور أن أمسية شعرية ستقضي علي بتاتا. فلقد قلت من اللي قلته يعني وكالمطر يتساقط الخطر في بلاد ضائعة عارية وجائعة وكل من فيها كفر أو هجر. هذا قبل الحرب، شوفوا بعد منا بسنتين وقت الحرب وكل الهدى، يعني اللي قلته كان صح بس ما كان يعجبن أني أقوله. وما أن ألقيت هذه الأبيات عن الثورة الفلسطينية حتى انهمر الرصاص ابتهاجا بالقصيدة. القاعة كانت قدها نصها مكشوف ونصها مغطى. لما انا بلشت احكي عن الثوره الفلسطينيه الاخوان سحبوا فرودتهم بلشوا
كان عم بيوصوني وقلنا ما بسمع من واحد بيوصله بالشعب. قال لي جوزيف بعد ما بيقول لي لقيته مبسوط من بدي استخبى تحت الطاولة مستحيل لقيته ضحك. لما ضحك هو قال شوفوا هذا البيت اللي نزله 1000 رصاصة عن فلسطين بقول له لم يقتلوا طفلا اخواني اعرفهم حتما اعرفهم فالرحمتهم والرأفتهم وليسمع كل انسان لولا عدالة ثورتهم لفقدت بالعدل ايماني. وبلش قاد كويس يعني عنا بدل ما يصفوا بأوصل. وانهمرت معه التهديدات الى ان تمكنوا مني امام السينما الريفولي في طرابلس فاشبعوني ضربا وهم يصيحون نقبر سد بوزك. ولولا وجود اخي جوزيف واحد اقربائي على الرصيف الاخر من الطريق لقطي علي بتاتا خلصت حياتي. صرخ فزعوا ركبوا بوحده شو اسمها سترمان لا شو جنسها؟ لا البيتلز او الفوكس فاجن الفوكس فاجن البيت. ولولا وجود اخي مات محسوب. ورحلت الى استراليا دون ان تتركني رحله المتاعب والالم. فنشرت ديوان مجانين عام 1976 خلال الحرب اللبنانية اللعينة. وعندما كان الجار يتبع جاره على الهوية وقامت القيامة عليه لأنني كنت اسمعوا شغل. وكانوا يقولوا بلاد الخير هي بلادي بلاد النسمة بلاد الطير وجو الهادي. وكانوا يقولوا انه بلادي قطعة سما الله لولا وفى جدودي ما تقاسما. وضلوا يغنوا روابيها تصارب حلم وبالاخر شكوا فيها رايات الدم والناس اللي ماتوا صاروا حكايات كبار يحكيها الجار الجار عن شعب حمار رضي يحرق دياره بقلب غبان ورضي يفوت مساره بقفل لبنان. احسنت يا شادي. وقد تتعجبون إذا قلت أن مجلة النهار العربي والدولي البيروتية قد نشرت هذه القصيدة يوم ساك واعتبرتها من أصدق الأشعار المتألمة التي نشرت خلال الحرب اللبنانية. يعني الله بيضربوا بعين. أما التهديد بالطرد من الوظيفة والقتل فكان يوم نشر ديوان مناجاة علي عام 1992 الذي ترجم لست لغات حتى الآن. وكان يوم وكنت يوم ذاك أعمل كمدرس للغة العربية في معهد سيدة لبنان هيرسبرغ التابع لراغبات العائلة المقدسة المارونية. فغضب بعض الأهل مني وطالبوا بطردي من الوظيفة خوفا من أن أعلم أطفالهم شيئا عن الدين الإسلامي. ورأوا يتصلون بي ويهددونني ولولا حكمة الأخوات الراهبات لأصبحت بلا عمل. أما سبب الغضب فكان المذمور السامي. بفتح قلبي تحكيك بلاقيك بقلبي موجود بأسهل كلمات بناجيك تيحفظ كلمات وجود. قبل اللي غنوك الطار جمعت غنانيهم كلها بكتابي باقت أشعار دربك بيرحمني الله يسوع علمني حب يا علي متجسد فيك شاركت بآلام الصلب وخففت عذابه يا شريك. مش رح فسر حكي مفسر سيدنا محمد شو قال انت بتشبه عيسى اكتر بين وبينك وحدة حال. لكن رح تحكموا لصالح يعني. وعام 1993 دعتني جمعية بنت جبيل الخيرية وبلشت تدعوني من يعني. وكان يرأسها يوم ذاك الدكتور الصديق قاسم مصطفى لتكريم المحامي محمود بيضون الذي قضى معظم سنيه عمره وراء الخطبان. فماذا سأقول في مناسبة كهذه؟ هل أغني له حول يا غنام حول أم بدي أتجوز عليه؟ هذا الإنسان قد اتهم وتعذب وعلي كشاعر أن أشعر معه وأتعذب وأعذب الجمهور معه. فألقيت قصيدة بعنوان طرف هي كتاب طويلة. هلا بنشوف.
بعنوان كرف، فالتهبت الأوساط الأدبية والإعلامية وما زالت ملتهبة حتى الآن. وأعتقد أن أول المدافعين عنها كان أخي الشاعر شوقي سليماني بقصيدة اسمه طليان يومها. أيوة. ونكاية بكل الذين هاجموني كرمتني جمعية بنت جبيل وأهدتني الدرع الفينيقي. القصيدة طويلة جدا ولكني سأقرأ المقاطع الحساسة بها. هيدي الطيران نصواب تنشف. نفض عن إيديك الويل، بغربي غطى نهار ليل، وعلق عكفوف الطرقات شمس وبدر ونجم سهيل، ومن روضك حوش بقار ما بتحملها دهور الخيل، ومن شعرك جمع أبيات من شافي من تاني ميل، ولفلف بالشكر الكلمات وقدمهن والعطر يفوح للغاب ومن بنت جبيل. اشتقنا لك يا بنت الخير وبنت الأرض المفشوعة، بلاد اللي غناها الطير ليش غرقاني بدموعة، بتوقع كل ما تجد السير وبتفش كل ما بوقوعة، حرقوا الجامع حرقوا الدير وخنقوا الكلمة المسموعة وركبوها مليون زبير وهي تحقن موسوعة. تبوا هلا هني فسروا زبير شي ما بيسأل. زبير اسم علم عربي، زبير قبيلة ثانية اسم 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 شربي يعني. انا استعملت اوكي خليني كفي. بدي سبهم بدي فش خلقي وقول ما بينهار، ارضي عم يحكمها الغش غطوا عورتها بالمال، الما بينغرب سحر القرش بتعلم عزمود وحبال، الما بيمشي بيمشي بالدفش اللي بيوقع بتجره جمال، اللي بيحكي في بتم وقش اللي بيهرب خسروا العيال، ما بتسمع غير كلمة هش اجحاش وناقص مخيال. هش مين منو سمع كلمة هش يا عمي عوحي راكب على الحمر بقول له هش؟ ما بدها شي كلمة هش. شو ربحنا؟ شو ربحنا من حرب سنين كذاب اللي بيقول العكس؟ ربحنا أطفال مساكين ما شافوا بعيون الشمس، ربحنا أخوي ملزومين خسيوهم بكلمة هس، ربحنا أحزاب الكاكين بتقتل أعضاء بس، ربحنا كتاب ملاعين عاشوا على القبض وعالدس، ربحنا الدين المنو دين التاجر باللفت وبالخص، ربحنا حكام الشياطين لو متنا مش رح بتحس، كبسونا طانو سردين والعلبة سموها عكس، ربحنا شوفات فساطين سودا ما بتتلاقى بعرس، نحنا منخلق مقبورين نس وعم بصمت موت لا بقى تصمت يا نس. هني قاموا النون وحكوا كاف، انا ما قلت كاف، هني قاموا النون وحكوا محلها كاف تمشين يسبونا، بس انا قلت شي كاف النس. جنوبك ملعب لليهود ونحن عم نرقص ونفز ونعلق أعلام الجود فوق الصدر العم بيهز، خايف آيات التلمود تمحيلك آيات العز ويهدوك مواسم بارود وتتخبى شوالات الرز، خايف يوحنا ومحمود يصيروا لغز بقلب اللغز يضيعوا ويضيع المقصود، وكل ما شبعوا يعضوا البز يا بنت جبيل المرصود، اسمك بالقلب اللي نز امتنا شعبة مفقود، بتسقي دمه للحكام وحكامة بتقلا طز. كم مرة بنسمعها بالافلام المصرية؟ ما فيها شيء. لا شعب ما لازم يقولها، شعب ما لازم يقولها ابدا. انتبهوا هلا هون قامت الايام اكثر. مسلم قالوا نصراني علقوا على الجبن مرة، ميولو ركية حرزاني امبارح وصلت من برا، قال الأول للتاني تركها وعينه محمرة، قال التاني إيماني بيقلك صار الجرة، وعلى الجبن الأمريكاني دياني هجمت عدياني ومحيوا الشعب اللبناني ومن برا تراب يا خرة. هذا متل ولا من متل؟ مين منو سمح المتل من برا تراب يا خرة يرفع ايده؟
تنسمعوا يا هذا الشيء. طيب ما اجى محله يقرب بيته اذا بدي امه انتزع الشعر. اما الهجوم المخيف فلقد حصل بعد ان نشرت عام 2005 في موقع الاف الالكتروني مقالا رفضت فيه طلب احد الاحزاب الاسلاميه الذي يرأسه شيخ اسلامي فيتنامي بان تتحول استراليا الى الشريعه الاسلاميه، كما ارفض تماما ان تتحول الى الشريعه المسيحيه او اليهوديه او البوذيه، لانني اريدها كما هي، هكذا جئت اليها وهكذا اريدها ان تبقى. ولكي لا اكرر الحادثه أترككم مع ما كتب أخي وصديقي شوقي مسلماني في موقع إلاف بتاريخ 16 أيلول 2005. اليوم الجمعة فجرا وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت سيدني استيقظ الزميل الكاتب والشاعر شرم العيني على صوت صراخ وشتائم باللغة العربية مع تهديد بوجود إكفال فم، يعني سربوزا كان بإسرائيل. وفي تمام السادسة صباحا تفقد الزميل العيني سيارته المركونة أمام بيته المؤلف من طابي كاين في محلة ميريلاند، فوجدها مغمورة بالبيض المحطم دون غيرها من السيارات. وبعد 20 دقيقة حضرت مفرزة من شرطة المنطقة وعاينت الحادث والتقطت صورا، وتم اصطحاب الزميل العيني إلى مخفر شرطة ميريلاند لأخذ إفادته بعد إشاعات سرت وسط أبناء الجالية العربية الأسترالية أن ما جرى له علاقة وطيدة بمقالات بعيني في صحيفة إلاف الإلكترونية التي تعيد الصحف العربية الأسترالية نشرها نقلا عن إلاف، وجرى بالتحديد ذكر المقالة الأخيرة التي يتحدث فيها بعيني عن تشكيل حزب سياسي إسلامي في أستراليا يطالب بحكم الأستراليين ضمن قوانين التشريع الإسلامي، والتي أعادت صحيفة المستقبل اللبنانية سيدني نشرها صبيحة يوم الأربعاء الفاتح. وصدقوني إذا قلت أن أخبار ذلك الحزب الفيتنامي الإسلامي قد انقطعت تماما بعد حادثة الهجوم ولم يعد يسمع به أحد. الظاهر الانتربول الإسترالي أخذ الشغلة رأسا، لأنه أعطوني رقم حساس بس يصير شيء اتصل، ما اتصل بالانتربول برقم صار أخذوها وربوه ما عرف أشعر. بلبنان طلبوا مني أن أسد دبوسي، وفي أستراليا طلبوا مني أيضا أن أسد دبوسي، ولم يعلموا أن الشاعر الشاعر لا يمكنه أن يسد دبوسه ولو على قطع رأسه، وكم من رؤوس للشعراء قطعت وما زال شعرهم يتكلم. هذه بعض مواقف الساخنة التي آلمتني كثيرا، ولكنها في نفس الوقت أوصلتني إلى أن ألتقي بكم الليلة لتحكموا أنتم علي، وأعدكم بأن أتقبل حكمكم مهما كان بكل رحابة صدر. حماكم الله وشكرا. نبدأ مع راح بيسألوك الأسئلة بتجاوب على السؤال. أنا تحت أمرهم. الله يحفظك. الأستاذ سليمان الفهد. أهلا وسهلا بك أستاذ، وسؤال أدبي أكثر من هو سياسي. أنا حب أسأل عن من هو الشاعر الذي تعترف به كشاعر أنت في الساحة الأسترالية أو في الساحة العربية؟ لأن كثرة الشعراء من هم من هو شاعر ومن هم من هو شويعر ومن هو لا أشغل له في الشعر ويعتبر نفسه شاعر، صح ولا لا؟ في تقييمك الشخصي أنا قلت بعدة لقاءات صحفية إن كان بالمربط الشعري أو كذا، تأثرت كثيرا بنزار قباني، يعني حتى الله يرحمه اللي بينما مات رحت أشوفه، كان ميت أنا بالطيارة طلبني تشوفه، حس حوله أنه ما في يجي عندي لأنه الطبيب منعه يجي بزيارتي تزورني بإسترالي، قال لي أنت ركبت بالطيارة ورحت، هو بالطيارة مات نزار، يعني تشوفوا صلت كانوا دفنينه للأسف، يعني الأخوة المسلمين بيدفنوه رأسا، يعني ما بينطروا مش مثلنا نحن بينطروا ثلاث أربع أيام شو سهل بيدفنوه دفن رأسا بيكون سهل البيض وصلت لقيتهم دفن. تأثرت كثير بنزار، أما بالساحة بأستراليا بقدر أنا أثرت بغيري، ما تأثرت بحد.
كيسز، من هو من هو؟ هل ترشح حد؟ هون ما في، ما في، لأنه وصلت أنا ما بينفي. ولا حتى من الأحياء في الوطن العربي؟ لا تقييمك الشخصي لا لا تقييم ولا بمن تأثر؟ أنا تأثر بنزار، حتى بتلاقي كل لا في مرة الله يرحمنا بالفنوس طلبني أقدم برنامج سهرة الجمعة، ألقيت قصيدة من ديوان كيف أنعت السنابل عن بنادي بالفسحة، قال لي ترك لي القصيدة مثل ما تركت هيدي الشوكي، تركت له القصيدة ونسيت إني أحط اسمي من تحت. بعد جمعتين ثلاثة نسي إنه لشاب ربعين يروح قرية لنزار ربعين. قال وإليكم قصيدة الشاعر العربي الكبير نزار ربعين وراح يقرأ قصيدة. اتصلت فيه قلت له ليش تركت لك إياها؟ قال لي إيه نسيت. شوف قديش قريب شعري من شعر نزار. حتى لو كنت عم بكتب بالعامية مراهقة أول كتاب كنت متأثر بنزار. بس هذا اللي انطقتني راح نقبات مثل أي من الإنجيل تيضرب الإباحية تبعه ونسي إنه نزار كله إباحي. ما استشهد بالإباحية تبعه. شكرا. الأستاذ ممدوح سكري. أستاذ شربي الحقيقة أنا عاصرت أشعارك من ساعة اللي جيت على البلد، فأنت الشاعر المبدع والخلاق والأهم من ذلك أنت الإنسان الطيب صاحب القلب المخلص والمحب لجميع واللي أدت كثير عالم فالبلد للأفضل. صحيح. والأهم من هذا كله ما أضقت عليه أنت الجانب التربوي في شرب العين، فشرب العين خرج كثير من الطلاب والمبدعين وعمل ثلاث مسرحيات من مسرحيات قيمة كان يحضرها فيها شيء 300 طالب كان كل مسرح شيء رائع. انا حضرت واحدة من المسرحيات اسمها وعملت لها كاريكاتير ايه صح. هي شهادتي فيك مجروحة بس ما فينا ننكر ابدا شاعر مميز وأديب. تسلم حبيبي الله يديمك. سؤالي راح أقدمه بطريقة مختلفة. القصيدة شوية كلمات مضواية ضو القمر للمجد ترسم حكايات وللشوق تبعت مطر وتزين رموشها بوردات وتاجها مرايا السهر. والشعر له رايات، والشعر له رايات صورتك يا شربر عليها انحفر. والقصايد كترت اليوم على الفيسبوكات، والشعر الجميل منها انذثر. شو رأيك يا شربل بالانترنت؟ شو رأيك يا شربل بالانترنت؟ رفعت القصيدة أو الشعر من الشعر منها انقهر؟ جاوب. هلا منيح اللي حكيت بهالموضوع عم بيدفعوا تيحطوا صورتهم ويبينوا شعرهم، بس على مين عم يضحكوا؟ عم يضحكوا على حالهم. بس شو النتيجة يعني؟ شو النتيجة؟ إنه تيبينوا من شعرهم. لك إذا الله منه أعطيك الموهبة عادل الرب والستر عاد عاد. لما كنا ندرس كان عندنا أستاذ اسمه جليل محيز يعلمنا الخطابة، يقول كل واحد بيوقف على المنبر وبيزيد خطابه عن الخمس دقايق ببلش ينزل. شو ما كان ببلش ينزل، بعد الخمس دقايق صار في عنده الهبوط، بلشوا يتجربوا من الناس وبيفشل. وكل انسان بيوقف على المنبر وما بيكون قد كلمته بيتبهدل من الجمهور. هو عم بيتبهدلوا. شكرا. الاستاذ محمد نجيب. بس تخيلنا أنت سفيك ستشير ويميت أحلى وسهلا فيك دائما نحب نشوفك ومتطبع بارك عبور. سؤالي كتير سريع، في خلال حديثك قلت أنه من عمرك 9 سنين بالضبط تقريبا بلشت يا هل ترى بهذاك الوقت كنت تسمع نشيع تاني بمين أثرت يعني بهذاك الوقت؟ برامج كيف بلشت معك؟ برامج الأفلام كنت تسمع برامج تسمع برامج تعرف اني كاتب اغنيات لاذاعه بيروت ببرامج الاقبال الراب الراب يعني سامي ماني منزل من الكتب كانوا يغنوهم تاخذهم الاذاعه البيروتيه وبرامج الاطفال يغنوا لي من قصايدي وانا طفل يعني لمين بدي اسمع
كان في نزار اغباني بهذاك الوقت؟ لا لا ما كنت مفكر لا بنزار اغباني ولا بشيء. كنت اسمع شو في اغاني اطفال، شو في برامج اطفال، مثل اي طفل 9 سنين. وكنت اكتب لهم، يعني اكتب لهم. وكان عندنا نحن اللي ساعدنا اكثر شيء بالضيعه كلها، كان في تليفون واحد عندنا والبريد عندنا، يعني تحت ايدي كل وسائل الاتصال بهيديك الايام. مكتب بي البريد، التليفون، بدي اتصل بنزار اغباني، امسك التليفون من عندنا واتصل، بدي ودي مكتوب لأي محل عبلاش. هذا اللي ساعدني، لأن الجرائد ليش كانت تنشرني بكثرة؟ لأنه على البريد عبلاش، هذا مكتبي هوني، نسبة من البريد ومنوزع. بس بالزغر أي طفل، هلا عندك طفل بيروح بيسمع لشاعر من نزار الثاني بلبنان؟ بلشنا نسمع لنزار لما صرنا بالعالي الثاني، عالي ثالث، عالي رابع، صرنا ندرس أشعار لشعراء عرب نتأثر فيهم نحبهم. بعدني بحفظ كل أناشيد الدول العربية، بلادي بلادي، كنا نحفظهم كلنا عن قايد. شكراً بس قبل ما أقول الاسم التالي بنذكر إنه لقائنا الأسبوع المقبل، الأربعاء المقبل، مع الدكتور حسين شمس، حلقة حتكون طبية عن أمراض الفم والأسنان واللثة وما شابه. وبالحقيقة كنا نتطلع بشوق لدكتور محمد للحلقة هاي. وفي شغلة عن الهامش أيضا، اتصل فينا من يومين دكتور من صور اسمه الدكتور مالك بزي، وذكر يعني أسماء يحيي لقاء الأربعاء ويشد على أيدي الشباب اللي عم بيجتمعوا أسبوعيا بشكل معجزي. دكتور أسنان هو إيه؟ ما ذكر لي مجموعة أسماء وبعد إيه، لأن الواتساب بيقطش، طلع اسم الدكتور آسف مصطفى. صحيح. فهو يبدو من صور، فبس إنه جبال فبوجه تحية للجميع، وقال يا ريتني قادر إني أركب الطيارة وأساس إنه يحضر حلقة شرب لليوم. هذا من شو اسمه؟ تحياتي لك. الله يحفظكم. كان سمع شغلة البنت جبال. لا حلو هاي كمان. حطها على إيه طبعا حطها كمان. دكتور محمود كسكين. خلينا هيك، انا ما راح اتكلم عن الشعر كثير، انا بس كنت احضر رساله جديده الصبح عنك، فانت عامل كثير شغلات للاطفال. يعني الشاعر مثلا في مكانتك هلا يروح مثلا يتوجه لمسرحيه الاطفال، انت شو عملت للاطفال؟ ما قريت منيح وما بعرف شو عملت للاطفال؟ هلا انت حكيت شوي طبعا نص الجواب اعطتني اياه من ما تفضلت من شوي، بس شو اعمالك انت للاطفال وكيف فكرت؟ انا ما اشتغلت الا مع الاطفال. أنا إذا عام في كتاب غنوا يا أطفال كتب لي أكثر من 100 أغنية لأطفال الشاربين، الكتاب كامل أغاني. ثاني شيء قلت له 8 مسرحيات، 14 مسرحية خاصة للأطفال. بتفوت كتاب مسرح شرب العيني، تحضر مسرحيات على اليوتيوب ساعة ساعتين للأطفال، والمسرحيات اللي حضرهم يعني اللي اتصور حضرها دراد الحوم ضيعة الأشباح، كان دراد الحوم حضرها، قال أتحدى جميع وزارات الثقافة في الدول العربية أن تأتي بمثلها. وهيدي مسجلة بكتاب أجمل مكان بأدب شرب العيني عن لسان دراد الحوم. يعني عملت مسرح أنا للأطفال، ما حدا عمل مسرح للأطفال غيري، مسرح طفولي كامل. كان كل مسرحية يمثلها من 600 طفل من عمر 12 سنة لعمر 6 سنين ل 300 طفل، يعني مسرحية فيها 300 طفل عم بيمثل، مسرحية فيها 600 طفل بدهم يمرقوا بساعة ونص ساعتين، ومجبور احتراما للأهل وتعلم ان ينطقوا اللغة الأم العربية، كل طفل بده يحكي. جرب اعملها معجزة. شكرا. بس كان حب الأطفال للتمثيل وللغة الأم وطيب أمهم يحفظوا وينجحوا. ممتاز. السيد حسن مرتضى. اهلا وسهلا بالاخ شرب المعين اللي بيجيك. يا اهلا وسهلا فيك. سؤالي بدي اقول شو تقييما للشعر الحالي في الاغتراب والكلمات اللي عم تنزل مثلا بيخدها القصائد او بالشعر؟ في طاقات
باستراليا في طاقة. هلا حتى اللي بيكرهوني انا بعترف انهم عندهم طاقة. تصور انا لما بدي اوقع قدام ضميري بدي اعطي كل انسان حقه. فانا اخذ حقي. ولا ما فيني اخذ حقي اذا انا ما بعطيك حقك ولو كنت بتكرهني. في عنا طاقات كثيرة. بس في كثير ما بيعرفوا يوصفوا كلمتهم. ما بيعرفوا كيف مثل اللي بيبيع تياب ما بيعرف كيف يبيع الطعم مثلا. العصيدي بدها تنباع. العصيدي بده مين يسهل لها الطريق توصل للناس. للاسف بيكتبوا وبيدقوا لا بينشروا كتب لا بينشروا شيء بينطروا شي مجله تنشر لهم عصيده. ما بيعرفوا انه المجله او الجريده بيشتريها الواحد وبعد ما يقرا كم خبر بالزباله. هيك بتعملوا انه بتشتري الجريده الاستقرار ولا لا؟ يعني راح قصيدته وين؟ بالزباله. بينما هالقصايد هودي سرهم هذا الكتاب سنة 76 صار صادر منه طبعة سادسة. ست طبعات عم تتوزع. هلا بتقلي انه وزعت انا ببلاش؟ انا بقلك انسر. انا عشت من كتبه. كيف؟ رح احكيها لاول مرة. في دار نشر اسمها جيمس بنات. لما اول ما فت بالنشر سجلت بين الببليكيشن في استراليا كشركة بي تي واي ال تي. هلا صارت المكتبات العربيه لما عملوا اللغه العربيه اجباريه بالمدارس والكذا صار جميع المكتبات الاستراليه بدها كتب عربيه. صحيح. جيمس بنات ما لقيت حدا قدامه انه عربك ببليكيشن ولبنيز وكذا الا شرق بين الببليكيشن. صارت بتشتري كتب. ما اقول لحدا. ليش بدي اقول لحدا؟ جبروني اطبع ست طبعات وعشر طبعات وثلاث طبعات وخمس طبعات لانه كانوا ياخذوا كل الكتب. الكتب بتروح. هلا جيمس بنات ما بقى عم بياخذ قد الاول. مش عم بياخذ قد الاول. بالاول ما يضل عندي كتب. صناديق ودا ويدفعوا. الشركة الاجنبية بتدفع. يعني مثل يقول لك تشيك واسع. كتبي كلها مباهي. بعد وراحت عن هلا بتفوت اي مكتبه اي مكتبه باستراليا بتلاقي كتبه وين ما بتروح من ادلايد بيرس كذا بتفوت على اي مكتبه عامه بتلاقي في كتب شرق العين من ورا شيء مستنيك. شكرا شكرا لك استاذ خالد غنام. حياك الله. اول شيء انا بكل فخر انه اول مره بشوفك. حياك الله. يعني اول ما اتكلم بقيت عنك وعندي سؤالين دائما. طبعا شربل من الناس اللي كانوا عبارة عن ثورة فلسطينية قبل أن تصل الثورة الفلسطينية إلى لبنان. واسمه مسجل في كتب الثورة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا على الناس اللي كانوا يطالبوا بوجود ثورة فلسطينية في لبنان قبل وجود البندقية الفلسطينية وقبل حتى إنه يكون في اتفاق القاهرة. وحياك الله فلسطين كلها بتحييك. السؤالين اللي عندي لك الاولاني هو انه حضرتك ما حكيت انه ولا قصيده عربيه رغم انه انا بعرفك بالقصائد الفصحى اكثر من القصائد العربيه. السؤال الثاني انه حضرتك برضو اعلامي كبير واعلامي مشهور لك موقع مهم كثير تلفزيون وما حكيت لنا عن هذا الموضوع. انا حكيت عن الوجع عن الوجع مش عن الفرح. هودي فرح. النجاح فرح. انا شو بدي بالفرح؟ الفرح كل واحد بيحصل عليه بس ثمن مش الناس بدهم ياكلوه. هذا اللي بلناه. يعني ما في انا خفت كثير. انت بتعرف انا لما كتب الخبر الاخير 2005 لحلك سر. 2005 لما هاجموني الساعه 4 الصبح وصاروا يسبوا سبوزك يا كلب بدنا ندعس كذا وكذا ما بدي احكي طائفيا. هذا الاهم. وجيت انا تما اقعد احكي فيه حكيته الليله بهالندوه وبوعدك ما بقي ينحكى تشوف ليش عملوا فيي هيك. هالشيء بيستاهل الاضطهاد؟ اكيد لا. شكرا. استاذ محمد غنائي. اولا يعني متشرف اكيد بلقائك استاذ شربل. ثانيا عندي سؤالين. أول واحد
سؤالي كان من خلال اغلب الاعمال اللي قريتها بتحكي من قبل، يعني اكيد لك اعمال كثيره من النظر العربي الفصحى يعني، بس الاغلب اللي قريت اللي مروا معي على الانجليزي اليوم مع اللي اختتنا كانوا باللغه العربيه. سؤالي هو انه امتى بيصير الشاعر انه يكتب قصيده باللغه العربيه؟ يعني هل احنا بالزمن اللغه العربيه اسرع انه توصل للقارئ للمستمع؟ سؤال حلو. اللغه العربيه بيقدر يفهمها حتى اللي بيعرف عربي اللي بيحكي. كمل انا سؤالي معلش من عرفتك معلش. اوكي. المقصود انه اذا كان السبب انه في سهوله فيعني انت خير من يعلم انه نزار قباني كان كل كتاباته باللغه الفصحى وكانت يعني توصل للكل للي بيعرف يقرا واللي ما بيعرف يقرا. فكانت ما كانت عقبه قدامه. السؤال الثاني هو انه هل انت كان لك نظره على الشعر الفلسطيني؟ واذا كان لك يعني فشو رايك فيه؟ خاصة شعر فاصل المعاصر محمود درويش وغيره. كلهم كانوا يكتبوني ويكتبوا. كان الله يرحمه مسان كان فني عنده ما بعرف بس السعودية في عنده الهدف. كان ينشر لي قصايدي بالالوان. يعني لما انا ودي الشيء قصايدي عن فلسطين كانت تنزل بالالوان. الكتاب هذا يوميات مراسل اجنبي في الشرق الاوسط. مجلة او صحيفة عربية ما نشرت. ما نشر. حتى المنظمات الفلسطينية صاروا يعملوا ملصقات. يعني لما تمشي بالشوارع تشوف ملصقات من تحت بخط صغير الشرق العين. بدك تسمع؟ مسوق. على تعلق ذكرنا عن فاروق المقدم. ما ذكرت الأمثلة اللي عملتها بوجود ياسر عرفات. الله يرحمه. بمخيم البدام. هالأمثلة كمان قضيت علي. بس أنا ما ذكرت كل شيء لأنه قال لي تلت ساعة. عملتها تلت ساعة. ما بحب اغلب الوقت. عملوا دعيوني لامسيه بمخيم البداوي، بتعرف عن مخيم البداوي بالشمال. وقعد شاب كان بعده ياسر عرفات. من جمله اللي ارتجلت لهم بقول له سني حافظها لانه صار لها هواس، كل شيء اللي تقوصت فيه ما بحبوه على البيت لانه فزعت. بقول لهم ابو عمار قطر صاح طفل في المخيم وتبسم كل من في الساحة الكبرى تبسم نسوة يحملن أطفال الغد وشيوخ ذات ظلم المعتدي وليوس لابث الصوب المرقد آه ما أحلى لقاء المفتدي. ما بنسى كل شيء تقوصتي لكن لما يقوصوا افزع بقول لك افزع يعني ما معودين ان نسمع القباس نحن عم نقول الشعر وايز طلع بزغفنا لا اوكي بس عندك سؤال ولا خلاص؟ خلص استاذ حسان وهبي سوري بس القسم الاخر ترى محمد نعم القسم الاخر هو موضوع الشعر الفلسطيني ايه سالك انه شو رايك بالشعر الفلسطيني وشعر محمود درويش سميع القاسم كلنا تأثرت فيه كلنا تأثرت فيه ما شاء الله انت شاعر كبير ايوه بس لما نكتبت انا كتبت من منطلقي كشاب مسيحي لبناني لما وين الكتاب؟ اعطوني الكتاب بس بدي اقرا له شو بقول ده ما بيعمل عمره كمسيحي مين معه يوميات مراسل اجنبي في الشرق الاوسط؟ ايوه معك يوميات مراسل اجنبي في الشرق الاوسط هذا كذا حلو يوميات مراسل اجنبي في الشرق الاوسط مع جزيره تشوف كيف انا انطلقت لما عم بحكي عن فلسطين جربت احكي كمسيحي حكيت حتى بطريقة لبنانية لك شو أكلت اليوم تبولة شربت اليوم كأسين من العرق مآكلهم بدمع العين مجبولة بضوء الشمس بالطل وبالأفق ها أكل الفلسطيني اللي قاعد معه هالمراسل لو قالوا لي جفت مياه البحر ومات في أعلى السماء البدر لأجبتهم هذا صحيح
لكنهم إن قالوا لي لن يهزم الغازي القبيح لصرخت هذا كفر. فالنصر ليس النصر إلا لشعب صامد رغم مآسي الدهر. من هالمنطلق كنت عم بكتب عن القضية الفلسطينية، ولما كنت عم بكتب عن هالقضية الفلسطينية كانوا عم بيحولون لملصقات، كل صاروا ملصقات إذا ما كلهم ثلاث أرباع. هذه هي الرسالة السابعة أكتبها يا ميمتي في بيت أصدقاء. قلوبهم للنصر جائعة، صلي معي، صلي معي لمريم العذراء، لطفلها الذي ضرب، لطفلها الذي صلب، لساكن السماء كي تشبع قلوب أوفى الأصدقاء. أمراس الأجنبي كان عم يحكي عن القضية الفلسطينية بطريقة مسيحية، وهذا السبب اللي كرهوني فيه، إنه أنا ليش أحكي بهالطريقة؟ ما كنت لازم أحكي بهالطريقة. كيف بدي أحكي لما بشوف إنسان ظروف صعبة بتعرفوها بهديك الأيام كيف كانت؟ ظروف صعبة عم تحكي من 50 سنة. أوكي. شكرا. هذا المهندس. غيرنا. إذا بنرجع للأستاذ حسان وحدي. من جد التوحيد في الشعر شكر ربعيني، الشعر الإنسان والإنسان الشاعر، هو سؤالين صغار. أين أنت من سعيد عقل ومضاق بالي؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، أين الطنطقية وأين الطنطقية؟ أين شو؟ الطنطقيات وأين تفترقان مع سعيد عقل؟ أنا مع سعيد عقل أفترق، مع نزار ربعيني ألتقي. أين تلتقي وأين تفترق؟ أين أنت من سعيد عقل ومضار قباني؟ أول سؤال. أنا تلميذه. بس سعيد عقل؟ أيوة الاثنين. أنا سعيد عقل، سعيد عقل بلغة كنت أرجع بكتب لغة لا يعلو عليها. جميل. كثير بيغلطوا باللغة العربية. أنا ليش أول باللغة العربية؟ لأن كنت أتعلم من الكبار، أحفظ من الكبار. هلا بتلاقي شاعر بلغة بيقرب لك قصيدة بيكسر سما اللغة. لك يا خيي مش بس انك تقول وصل، قول لغه، ولا احكي بالعاميه، ما بدي اسمعك اذا ما قلت. معقول يجي انا اسمع لواحد ينزع لي لغتي؟ سعيد عقل علمني اللغه، لغه قويه. نزار بيني علمني الشعر. كيف بقدر اوصل لقلوب الناس؟ كيف بقدر اخذ الزقفه من الناس؟ ما في اصعب منا تاخذ زقفه من الجمهور. صحيح. أين التلتقيا وأين تفترقا أو تتباعدا؟ أنا لا ألتقي مع سعيد عقل بطروحاته من ناحية إنه يكون الشعر اللغة لغة فينيقية أو كذا، ما التقيت معه. بما إنه جميل ما قدرت أتقبله. أنا عربي، عربي حتى بيقولوا إنه عائلة ربعيني جاي من اليمن، هي عائلة قبيلة يمنية، عرفت كيف؟ نزار الباني التقيت معه من وقت ما بلشت من أول كتاب. حيكت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الحلمات، اخرب بيته. كيف ما بيعلمك الشعر؟ كيف ما بيعلمك الشعر؟ ما بيخليك تكتب عصيدة عشية. شفت شو؟ شكراً شربل، أنا معاش معنا وقت كتير. المهندس علي موسى حمود. سي شربل، أول شيء باسم الخال الرابع هنيك بسلامة، بيتحط لبعك صحيح. السيري فيها الحمد لله على السلامة. شكراً. قالوا لك إذا معك بوكاعة مصابينا كعبة وكعبة. لا ما بجيني البوكاعة، بجيني على عضره. ما جيبه معه، ما طلع بوكاعة، ما جيبه معه. شاعر شربل، أنت معروف شاعر باللغة العربية، واعتبر أنت مرجعي بهذا النوع من الشعر ورائد، وبنلاحظ انه بيعرف عنك انك انت شاعر ثوري وغاضب دائما، شاعر ثوري غاضب ولا تهادن احد، وانت صاحب قلم حر ولسان صريح على الفساد وعلى الظلم. صحيح. سؤالي، هل انت فعلا ثوري ومسيس؟ انت شاعر فعلا تعتبر انه في ثور في داخلك، وانت مسيس باتجاه يلتقي مع احاسيسك الثوريه، اما انك انت بشكل عام ضد الظلم ومع المظلوم. وين كان في العالم؟ وكيف ولماذا أنت ثوري؟ السؤال الثاني، أما عن الشعر الإباحي، لماذا أنت مع هذا النوع من الشعر؟ وما الدوافع لهذه الصور الإباحية؟ جميل. وهل هناك يعني
يعني هناك وسواس داخلك يعني اوكي انا لا بلش سؤال بس بدنا نبلش بالخير كخبي كفي انا بكفي انا بكفي انا اخر واحد ما اخر جديد شغل معي اوكي انا سمعك عملت اباحيه بعمر 65 سنه هي الكتاب صار سالت القراء يمكن انت كمان اسمك ما بعرف سالت قرائي انه بحق لي بعمر 65 سنه ارجع اكتب شيء مثل مراهقه كل انه قالوا مظبوط وأول واحد قاسم مصطفى بعد شوفوا هالقصيدة اللي كتبتها نحن في نسمة عبر السدني خدتها مشوار طلعنا سوا عسطوح سكراني لايف بتهز مثل جرين شيخ ديار قلت البرش شار بدم الجاني تاخد شوي والعلو غدار ومحسوب كن واقف سن دياني تكيت على صدري وايد هز النار والشعر مثل الليل غطاني ما كان غيري وغيرها بنهار مشوي وعبلة كتير عرقاني قلعت قميصة فكت الأزرار حبوب الكرز لونها أرجواني مديت ايدي قلت بطفي النار للريق طفاها ولا لساني ومن بعد بوسي وبوستين نهار برج سدني وفقعت قناني وشوشتها بدي كلينكس غمار دمعات حبي نازل عياني بكمل بوقف هالفكر محتار بفزع تقولي راح فستاني ضحكت وقالت لا تكون حمار الفستان مش رح ألبسه تاني بتقلي طول ما انه عندك احساس كرجل ما فيك تبطل اذا شاعر الشاعر ما بيخدر بعدين الشعر الفصيح والشعر العامي انا كتبت ديوان عامي ديوان فصيح يعني عندي نص عامي كتب ونص فصيح يعني اثنينكم كتبت فيه لما ننزل ديوان بالعامي ننزل ديوان الفصيح بس بقلك بالشكل هون بيحبوا العمر. أنا سألتك إنه في عندك تصور بشعرك وعندك بصراحة جرأة تختلف مع كل شعراء. شو هالنزعة ما هي النزعة اللي عندك إياها؟ هلا أنا ما بدك تكتب شيء. يا تكتبوا حلو أنا ما نصبت فيها عندي بشرفك. يا تكتبوا حلو هما ما تكتب. لشو ضيع وقتك؟ عرفت شو؟ هاي هالثورة هاي هالثورة بتخلق فيه. عرفت علي؟ ما فيك انا شو عملت حولي سير؟ انا عملت حولي سير ترى كل حد يدير ريفوليا. شو اخر جديد عندك يا رجال؟ هذا ابعد حبلة هذا صار عندي 2016. ديوان عبلة بيعجبك هذا. شكرا. بعد معنات نايم لانه استجد الاستاذ جعفر الدكتور قاسم مصطفى. اهلا وسهلا فيك استاذ شربين في قاعده التعاب اهلا وسهلا فيك وتحديدا في قاعده الدكتور خديجه مصطفى بدي اشكرك اولا لحضورك الليله وحضورك لوضعك وثاني شيء الشكر موصول لك كونا انت بنتج بيت كنا السبب بوجع راسك لكن فخر لك بس خليني رح اتصل على الشكر ما رح كفي بالسؤال الثاني بدي اشكرك شكرا بس يقول له بدي كفي وعفوا ان احنا بالنسبه انه حطيتنا بمحكمه بالكلام بيكتب بنقوله كلنا بحياتنا العاديه فبما ان احنا حطيتنا قضاة نحن بنرضي بسك البراءه الاستاذ جعفر بعلمك استاذ شاب احنا بنرحب فيك اخ كريم بالمنطقه الثقافيه حقيقه لنا الشرف نسمعك أنا يعني ما تسنيلي إني أسمعك من قبل بس هلا حقيقة سمعتك وحسيت برقة وحسيت بمشاعرك وحسيت فإذا مثل ما قال الدكتور مصطفى اللي قلت إنه حاكموني فهو سبقني ما في حدا حكى عن موضوع المحاكمة نحن ما بنسمح لأنفسنا نكون قضاة لشاعر لأنه كل شاعر برأيي هو بريء مهما كفر ومهما قال لأنه الشعر يتكلم بلغة الوجدان، يتكلم من القلب
يتكلم بصدق يعبر عن مشاعره بصدق، بينما الزناد هم اللي بيحبوا بالمخفي. انت عم تحب على المكشوف، انت عم تحب على المكشوف، والحب هو اسمى شيء في الوجود. الوجود انبنى على الحب وانبنى على العلاقه ما بين المرأة والرجل. واللي بيخبي راسه بيخبي مثل النعامه، بيخبي يفكر حاله الناس مش شايفته بيكون كذاب. فاللي بيحكي عن المرأة بيكون هو فعلا انسان بحب وقلبه طافح بالحب، لانه الحب العلاقة ما بيفصلوا عن بعض، لان الجنس هو قمة الحب. فبالتالي انا سؤالي هذه يعني بس يعني حبيت احكي، بس سؤالي هو الامام علي عليه السلام شخصية عظيمة في التاريخ، له جوانب متعددة من الشجاعة من الكرم من العدل، في هناك جوانب كثيرة في الشخصية. ما الذي شدك في شخصية الإمام علي لتكتب نجاة علي؟ ثاني شيء، من أين علمت عن الإمام علي؟ هل علمت عن الإمام علي من خلال الذين كتبوا عنه؟ أم علمت عنه من خلال قراءتك لكتبه أو لجانب محدد أو معين بشخصيته وعجبت فيه، فبالتالي دفعك إلى الكتاب الجيد الممتاز اللي هو نجاة الإمام علي؟ شكرا. بدي اقول لك الامام علي اثر فيي لدرجه متناهيه فلسفيا واخلاقيا وقدسيا. الامام علي من انا وصغير كنا نقرأ له. رح اقول لك شيء، كثير من المسيحيين ما بيعرفوا انه قانون الايمان المسيحي كتبه الامام علي، لما بيقول انا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. المسيحيين كل قبل ما يروحوا للمناوله بيقولوا وبيروحوا يتناولوا، بس ما بيعرفوا انه الامام علي قوي. شوف يعني انه حتى فين باديان غيره. الامام علي انت تعرف تقرا فعله، فاعل ومفعول به بدك تقرا، والا لا تكتب عنه. اذا بدك تكتب اشياء فلسفيه لا تنص فيها اذا ما كان الامام علي. الإمام علي هو شعلة الأدب العربي، هو رمز الأدب العربي، هو كيان الأدب العربي إذا الناس بيعرفوا كيف يقروا ويحترموه. للأسف ما في كتير بيعرفوا هالشيء. نحن كمسيحيين بقدر أكثر الكتاب المسيحيين تأسوا بالإمام علي، سعيد علي، جبران، جورج شردان، شو بدي أعدد لك؟ نجحوا كل صوروا الدور، وبقدر انا اصغر واحد في ديوان نجاة علي الترجمة لست لغات بالأردية. اي شاعر باستراليا بيترجم للأردية، جايني واحد بحار راح على مكتبة سيدني عم بيطلب كتاب للإمام علي، كتب علي طلع له إمبرايز أوف علي شرب البعيني، جابوا حطوا لي قاعد يقرا قال لهم بدي اياه الكتاب، قالوا له نو ايت بايجز انا نصوروا لي عنوان للشعر، ما لقيته الا جاي ماشي من ستيشن تبع ميري لاند على بيتي، وانا كنت اجي من المدرسه الغداء اتغدى بالبيت وارجع، يعني انا وعم بتغدى ضق جرس البيت، لقيت واحد باكستاني واقف قال لي انا بحار من باكستان اسمه سلطان. قلت له نعم شو بتريد؟ قال لي انت كاتب هالكتاب؟ قلت له ايه. فات كان كرمتني الجمعيه العربيه وعطيتني رسم بتذكره الامام علي و12 كذا، هو شافه صار يبوسه ورقد حرام غمرني وصار يبوسنا، قال لي بدي الكتاب. قلت له رح اعطيك خمس كتب. طلعت جبت له خمس كتب ورجعت وصلته على الستيشن اللي اجى علي. بعد سنه بيجي جايب لي الكتاب بالاردنيه مترجمينه وعم يبيعوه بالجوامع بباكستان. يعني نقلوا لي الاردنيه من دون طلب، من دون اي شيء. انا ما انا بشوف الاردنيه اذا بتشوفوه، ما بعرف اذا في كتاب منه هون، اذا بتشوفوه بتقولوا شرب معناه ايش؟ بعرف ايش كاتب، يمكن سبينه لحظه، مش بعرف شو مكتوب. ترجموه للإسبانية، للفرنسية، للإنجليزية، للإيرانية، للفارسية وللعربية، وانكتب عنه
إذا بينجمع اللي كتب عنه بيطلعوا مجلد. شكرا. إمام علي أثر ولا ما أثر؟ أثر. أثر. شكرا. الأستاذ حيدر سعيد. أول شيء نرحب بالأستاذ الشيخ العقدي. نشكر طبعا لقاء الأربعاء على استضافة الدين. صار لنا سنة بيقولوا له. فهذه فرصة نادرة كمان إنه الحقيقة نسمع بعض الأشعار هناك وبعض تاريخ الشيخ العقدي. صحيح. الحقيقة في شغله كثير مهمة يمكن كتبها بعض كتب تبعك مثلا داء كده الشعب الجنوب شغل لبنان طبعا البطل لبنان انه تضلك قاوم مهما صار احبابك بدين كتار يعني بنلاحظ الوقت الحاضر مثلا في صحوة عالمية يعني صحوة العالم كله تقريبا حول القضية الفلسطينية والكل عم ناضل ويقاوم ويساعد الشعب الفلسطيني على انه يضل واقف على الجبهة ويقاوم يعني فملاحظ انه بالفترة الأخيرة مثلا يعني ركز على بعض اللبنانيات بأحداث الشعب تبعك مع انه انت كنت بالماضي كنت شاعر مقاوم وشاعر لك علاقات مع المرحوم الشهيد القائد غسان كنفاني مع المقاومة الفلسطينية مع الهدف يعني لذلك انه نحن بحاجة جدا الى شعر من نوع هذا الشعر اللي انت عم تطلبه هون ببعض الكتب تبعك الجنوبيين او جنوب لبنان انه يكون كمان الشعب الفلسطيني والناس تقرا عن الشعب اللبناني الجنوب والشعب الفلسطيني المقاوم اليومية يعني صادفة اليوم الحقيقة كثير يوم مهم بتاريخ الشعب الفلسطيني يوم الأرض يعني يوم الأرض أنا بتمنى عليك على إنه تكتب أو شيء قصيدة كتب دحين من مع ديوان أوزان آخر قصيدة لحو ديوان أوزان هنا 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 جديد سنة 16 الصايد هو بصوا ترى صار لا شغله ثانيه بس اسمي على اللي قاله الاخ خالد انه يعني احنا كفلسطينيين وشعب فلسطيني بقدر الحقيقه وبنحيي كل انسان بيقاوم وبيقدم كلمه من اجل مقاومه الفلسطينيين والمقاومه العربيه والمقاومه العالميه شكرا لك صار هيدي تشوف ما ممكن تنسى بس مش ممكن تنسى فلسطين اذا بتشوف القصائد الجديده لطفل الارض المحتله طفل الارض المحتله طفل الأرض المحتلة ما دلت جريدة عربية إلا ما نشرتها ما حدا قال لك طفل الحجارة مثل ما قال شرب البعيني بقروها بتشوفوا شو قيل شرب البعيني يا طفل الأرض المحتلة اضرب اضربهم اضربنا فالكل بحقك قد أجرى يعني حرق دينه أنت ونحن ما تخلي حدا مننا شفك ضرب لأنه كلنا كذبين هون بقول يا ديار القدس يا مهد الضياء أخبريني كيف جاء الأنبياء أنت للدنيا نعيم مشرك قبلة حين ابتهال الأبقياء إن دعوت الله أدعو خاشعا في ربوع الحق يختال الدعاء مدن تبنى فيخبو نورها وتعيدين تواريخ البقاء منذ أجيال وأنت المرتجى يا رجائي كيف يأتيك الفناء اسمك القدوس أضحى غنوة تتسامى فوق ثغر الأنقياء ليس يشفي الطب إن حل البلاء لمسة منك فيأتينا الدواء يا ترنيمة القلب النكي مغرم فيك وفي الصدر شقاء إن تكلمت كلامي مجع كيف أصبحنا شعوبا تعساء كانت الأمجاد ترنو حولنا فتخاصمنا خصام البلهاء قد مسحت الدمع عن خدي عن خدي كي لا تقولي انني اهوى البكاء انا ابن القدس من مثلي انا يتغنى بوجود العظماء ما بتحرك على القوي الوقت خلص 9:06 شكرا كثير لك شاعرنا شاعر الطويل شرب العيني الحضور كان رائع ومتزن ومبسط فيك